السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في عدد جديد من أسعار العملات الأجنبية بالجزائر. والبداية بالجنيه المصري، سعر الشراء 8.50، سعر البيع 10 دنانير، أما السعر الرسمي 8.20. الليرة التركية، سعر الشراء 25 دينار، سعر البيع 27. الدرهم الإماراتي، سعر الشراء 44 دينار، سعر البيع 46. الريال السعودي، سعر الشراء 42 دينار، سعر البيع 44، أما السعر الرسمي 34.47. الدولار الأسترالي، سعر الشراء 127.88، سعر البيع 129.30، أما السعر الرسمي 91.85. الفرنك السويسري، سعر الشراء 149.87، سعر البيع 197.04. الدولار الأمريكي، سعر الشراء 170 دينار، أما السعر البيع 174. الأورو، سعر الشراء 198، سعر البيع 201، أما السعر الرسمي 150.47. إذن كانت هذه أهم حوصلة لأسعار العملات الأجنبية بالجزائر. إلى اللقاء في مواعيد لاحقة.